السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناة عالم أم ريتاج. اليوم إن شاء الله نحضروا بريوش حلزوني. بالنسبة للمكونات كنحتاج 2 بيضات، نصف كاس ديال الحليب، 3 معالق كبار ديال زبدة دائبة، 4 معالق كبار ديال سكر كلاصي، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، ساشي ديال الخميرة الكيميائية، وهنا من بعد ما ضفت المكونات كامله كنجمع العجين غير بالاصابع بلا ما ندلكه، وكنغطيه بلاستيك غذائي وكنخليها ترتاح لمده نصف ساعه. ومن بعد ما ارتاحت العجينه كنرش الدقيق في سطح العمل وكنطلقها. انا كنطلق وكنرش الدقيق باش ما تلصقش. وبالنسبه للسمك ما تجيش رقيقه بزاف وما تجيش غليظه.
جينا كندخل الفران اللي مسخن من قبل، العافيه تكون غير من تحت حتى تطيب، عاد نشعل عليها تحمر من فوق. وهنا من بعد ما خرجته من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.